عندما يدفن الميت ويحتى عليه التراب ضروري ان يوطئ عليه الارجل ام لا؟ اذا دفن الميت لا يوطأ، ولكن يواسى بالايدي، يواسى التراب بالايدي، ثم يرش بالماء الله عليه الحصباء، ثم يدعى له بالمغفرة والتبان، هذا مشروع. ولا يوطأ، لا يوطأ بالذنب ولا يجلس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لا يجلس احدهم على جمرة فتصل الى جلده وتعلقه فتحقق فيها تصل جلده خير له من يجلس على قبره.